أكثر مني دكتور. ما شاء الله مثل الحصاني، وبعد الدواء رح تصيري أحصن. وهالدواء قديش بيطلع حقه دكتور؟ لا ما تأكلي هم، ما رح أكتب لك أدوية غالية. الدواء الأولاني والدواء الثالث هدول حقهم شي 60 ليرة. الدواء النصاني يمكن يلدع شوي بحوالي 200. شو بدنا نعمل؟ الله بيدبره. تفضلي. شو هالدكتور؟ هذا الدواء الغالي تبع الميتين. هو في مندوب بيجيب لي كل فترة شوية أدوية ببلاش وأنا بوزعهم على اللي بيستاهل. روح الله يجبرك يا دكتور، الله يوفقك، الله يعلي مرادك يا رب ويخلي لنا إياك. الله يخلي لنا إياكي. بتعرف يا دكتور، نحن كثير فرحنا لك من كل قلبنا لما سمعنا إنك بدك ترجع مدير عام. أنت بتستاهل كل الخير. بس والله ما حبينا لك اياه. اوف ليش بقى؟ لانه المنصب رح يشغلك ويبعدك عنه وعن عيادتك. ايه بس المنصب مسؤوليه، يعني تكليف مو تشريف. بس يا دكتور حرام تسكر عيادتك، خساره خساره كبيره للبلد وقلنا لهالناس بدراويش اللي مثلنا. ماشي امسكي امسكي الراشيتا وحاجه تفقعيني خطابات. الله يخلي لنا اياك يا دكتور. الله معك. بتعرف يا ابو موفى كلام المرأة أثر فيه كثير. الشهادة لله أنت خسارة كبيرة يا دكتور. يعني مو كل الأطباء إذا شافوا مريض فقير وما حتى بيسامحوه بجهة المعاينة مثل حكايتك. لك شو عم تحكي؟ نحن عم نعمل أقل من واجبنا. أنت نسيان إنه نحن حالفين يمين قبل ما نتخرج. أنت شو طالع بإيدك تعمل؟ قلن الله بعد ما تداوي بالمديرية. بتعرف عم فكر ما سكر العيادة. وراح تحسن توفق بين دوام المديرية ومتاعبها ودوام العيادة. مستحيل، صعبة كتير. طيب ليش ما بنفتح العيادة جمعة وسبت؟ بكل الأحوال هيك بيكون عطلة بالمديرية. كمان بيصير. ايه كمان بيصير. بشتغل عندك أنا ما. قوم واقف وأنت عم تحكي معي. حاضر حاضر دكتور. هاي العادة بتبطلها وإلا بزعل منك. حاضر. عن جد. خليك من. لك هي رشوة علنية. لك وطي صوتك هلا بفكروا عم تبشيني او عم بفشيني. لك عن جد هي رشوة علنية وبالجرم المشهود والدليل القاطع. شفت بعينك؟ والله برافو عليك يا احمد. هذا اقل شيء ممكن تشوفه بهالمديرية الوسخة. شو؟ رح تحولون على طالب التفتيش؟ لا لا بكيت شوي، بس دي سألك هلا هذا الفيلم انا بقدر احوله على سنين. ايه طبعا وبسهولة كمان. ما قلت لي رح تحولون على طالب التفتيش ولا لا؟ لا لا
كل شيء بوقته. طيب ما قلت لي المؤتمر الطبي تبعك ما رح يخلص بقى بالداوم المنيرية؟ ما هي المفاجأة اللي أنا مخبي له إياها. برافو عليك. نعم شو هالخبرية؟ إمتى لحق يخلص المؤتمر الطبي ويرجع؟ بعدين هو ليش ما بيعطينا خبر؟ شو قصده يعني؟ خلص أخي سكر سكر لنعرف شو بدنا نصرف. يلا الله معه الله معه. عمر قلبه مثل القضاء مستعجل. أبو عامر وينك أنت؟ تعال عندي فورا. يلا تريك كل شيء هلا مو وقت الفواتير. تريك مني عم تسمعني عم تفهم علي؟ تريك كل شيء وتعال عندي. لك يا أخي مو وقت الفواتير. تعال عندي تعال عندي تعال عندي. شو بدنا أبو عامر؟ بردو منك عصبنا. شو قصده يعني؟ كبسة؟ بسيطة. صدقني يا قرابتي ان المديرية قايمة قاعدة الموظفين فايتين بالحيطان ما حدا عرفان شو بدي ساوي. يا اخي لك شو هالشغلة العظيمة؟ مديره حابب يداوم يعني شو بنعمل له؟ ابو عامر ها يستر عرضك اسمعني وفهمني منيح. وصلت. بدي كردورات ودراج المديرية عم تلمع لمع. فهمت؟ عم تلمع لمع. الله يخليك. وكيف يا استاذ؟ ما هو ولا مستخدم. على على انا تعبني هاي بوس ايدك مو ما بحبها هاي. بدكم تعملوها ما في وقت. لك ليكوا على الطريق ليكوا على الطريق هاي. استاذ انا شو اسوي؟ ما هو ولا مستخدم يعني تعرف ما هو مدير عام. لا تعبني هاي. لا تناقشني باللي مستخدمين عم بقول لك. حتى إذا اضطريت أنت والموظفين تعملوا هذا الشيء بنفسكم. بوس إيدك فهم علي. عم تلمع لمع. يلا قوم يلا. زين زين استاذ. ليك مو زين ومو زين. وروح لقيت بالغرفة عم تسمع على سامو زين. لا إن شاء الله ما أكل ما أكل. يلا إن شاء الله. سلام يلا. سلام عليكم. أنا هنا بعامل. أنا برجي كبسة. بسيطة. عفوا يا اخ لو سمحت عم تستنى حدا؟ عم استنى المدير العام تبعنا سيدي. ايه انا المدير العام. عفوا سيدي مشان الله ما تواخذني. تفضل تفضل سيدي تفضل. سيدي من بعد اذنك الله يسلمك المحروس ابنك ترك الامانه عندي سيدي. ايما من ايدك اخر مره بشوف ليمون بايدك. كبلها بعيد. حاضر سيدي حاضر. حتى النائب المدير العام الاستاذ عماد تراها اعطى توجيهات وتعليمات بتنظيف كافه الاقسام والطوابق بالمديريه. ومن شو دخلك من الفساد؟ صحيح يا ابو سعيد ماني شايفك عم تنظف معه. لسات مستخدم ولا ترقيت؟ الله يسامحك يا استاذ عارف. شو قاعد تضربنا بحجارك شايف؟ لك طول بالك ولو ابو سعيد عم نمزح شباب. اي بس يعني كمان يعني هيك استاذ عارف يعني ماني شايفك يعني هيك عم تستعد لمواجهه واستقبال المدير الجديد. وشو بدك يعني استعد له ابو سعيد؟ بتحمل له يعني بتكحل له؟ بنطوط على الطاوله؟ بطلع بنرسله بالكوريدور؟ حبيب بيروح مدير بيجوا عشرة ما فرق معي ما فرق ما فرق. ما شاء الله عليك من هيك مبرد على قلبك يعني انت مظبط امورك استاذ عارف على 24 قيراط ما حدا مسترجي يقرب صوتك. هي ما حبينا يا منك ابو سعيد. شو حسد ولا ضيقت عين؟ والله حسد ولا ضيقت عين والله. لا هاي ولا هاي فيك تقول الثنتين سوا. الله على قلبي. لك تفضل تفضل قول ولو لا لا دائما ان شاء الله. بعد ما طلع نص الزبدين بقول لي تفضل بالمدري. We'll be right back.
اللحظات وفي هذه المناسبة بستقبل أحد عظماء هذه الأمة وهو الاستوى. خلصت دجل النفاق على مبدأ اللي رايح من أم له واللي جاي من صفق له، كل مين بياخد أمي بيصير عمي. يعني هلأ المدير السابق ما عاد عمكم، ما جاكم عمو الجديد. هاي الحركات ما بدي اشوفها بالمديرية. هلأ كل واحد منكم يتيسر على مكتبه في هذه المناسبة. استقبال مفنطم يا قاعد يقول لي عمي وامي عضانه يا زلمه، وقاعد اسكت له اغني له من الصبح. انت اكثر واحد سقفت اصلا. اي والله هلا هدول 560 ورقه شلون اسافيو اصلا؟ انتوا الحق عليكم، عملتوا استقبال لواح ما بيستاهل. هسه هذه ب 560 ورقه هلا حطونا اياها، حطونا اياها كل واحد على مكتبه. يلا الزراب كل واحد على مكتبه. طال عمرك ما اسالك على عمي وامي. يضربوا هن وهيك استقبال، شفني في شيء رزه؟ لا لا سيدي ما في شيء. بحبش هون هون؟ والله ما في شيء، ما في شيء. وليش هيك عم طلع فيه؟ سيدي عدم مؤاخذة، إلك وهرة سيدي، وهير. وين الوهرة تبعي؟ سيدي ليك موجودة فيك سيدي. يعني المدراء العامين اللي قبلي ما كان لهم وهرة؟ سيدي مو كلهم، مو كلهم سيدي. غريب. كلهم شايفين إنه إلي وهرة إلا أميرة. عفوا سيدي؟ شو لا ما لا لا ما في شيء. انت حنكك ما بيزبط احسن من هيك؟ سيدي انا مخوي. والنعم. تفضل سيدي تفضل. خليك محلك، مكتبي بعرفه. غريبة، شلون عرف طريق المكتب؟ لا اسمعي اسمعي. اي 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 فخامة. هذا سبب كل المشاكل. تمام، هذا احسن شيء بالمكتب، هيك امننا نومتنا اذا قلعتنا اميره من البيت. شاهي الحرد والله. الله لا يحجنا لك لا الشاوي. خلينا مكلكنين بالبيت شو بدك تحكي. اسمعي اسمعي، قال بدي اياه نفوت لعندهم احنا الثلاثة. شو لك عم نفوت وحدة ورا الثانية؟ شو نحن نسوانه ولا سكرتيراته؟ حبيبتي مشان ما ينصدم ويحسنا فايتين لعنده مثل القضا المستعجل، وإذا بدك يانا يعني منفوت فنفوت كل وحدة لحالها. وأنت شو رأيك شلموني؟ وضري. أنا رأيي ما نفوت لعنده بالمرة، يضرب هو والساعة اللي اجى فيها لعنده. لك هاي الحوبة الثانية، لك هبلة على قليلة مشان نعرفه على حالنا. بتعرفي شو؟ أنا رأيي من رأي شلموني، وبيتعرف علينا مثله مثل المدير القديم. الله يرحم أيام المدير القديم. إن شاء الله بتلحقوا. يا ريت تخطفوا رجلكم لعندي. إيه كلكم. الله يعطينا خير النهار.
تفضل. ما شاء الله بحيرة البجع. انتوا ثلاثة بس ولا في شي 13 سكرتيرة وراكم؟ أمور بتريد شي؟ مين حط الوردات على مكتبي؟ أنا أستاذ. ومين رتب المكتب بهالطريقة الحلوة؟ أنا أستاذ. يعني بصراحة بوجودكم ما كان في داعي للورد. عم نرحب فيكم بالمديرية أستاذ. أهلا وسهلا فيك. معناتها أكيد رفيقتكم الثالثة اللي ما حكيت مخبيت لي شي مفاجأة. لا. واضح إنه أنت اللي واسطتك أتقل واسطة بينهم، صح؟ هيك شي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ما قلتوا لي مين اللي عينكم سكرتيرات؟ المدير اللي قبلك أستاذ. هذا ما كان مدير، هذا كان وزير. ليش بقى؟ لأنه ما شاء الله عنده ثلاث سكرتيرات، تقولوا الشغل مقتل بعضه. بالمناسبة عم تلحقوا شغل ولا جيب لكم شي 13 سكرتيرة يساعدوكم؟ شو قصدك؟ لا لا خلينا بالموضوع المهم، قولوا لي شو دراستكم؟ أنا دارسة معهد إعداد مدرسين. وشو اسمك؟ ريما. أنا لما دارسة بكالوريا. أدبي ولا علمي؟ لا هاي ولا هاي، تجارة. لا عمشاد؟ ما شاء الله. وانتي أكيد باعتبار واسطتك تقيلة متخرجة من أكبر جامعة، صح؟ لا. معناتها واسطتك بعدتك ومدرستك برا، صح؟ كمان لا. معناتها عجزت. شلون لك؟ شو دارسة؟ بكالوريا أدبي. واسمي صفاء. بعرف. أهلا وسهلا فيكي، أهلا وسهلا فيكي. بكالوريا أدبي، معهد إعداد مدرسين، بكالوريا لا هي ولا هي، تجارة. يعني ولا واحدة منكم عم تشتغل باختصاصها. شو قصدك؟ قصدي ولا واحدة منكم خريجة سكرتاريا، ما هي؟ ولا شو اللي ندرس سكرتاريا ونضيع وقتنا؟ إذا واسطتنا بتقدر تحطنا بالمكان اللي بدنا إياه. واللي بيدرسوا بيختصوا ما عندهم واسطة، وين بيقعدوا؟ عرف. ودمي خفيف يا درساني. بعتذر نسيت انك مدعومة. لا دمي خفيف. بيقعدوا عرف قلتي لي. نص البلد ماشي هيك. بعدين كل موظفين الدوائر الحكومية اغلبهم بيتعينوا بالواسطة. ما شاء الله عليكي تنحر اسمي، ما شاء الله ما شاء الله. أويان عصك، بس يا ريت تهدي مشان ما يطقلك شي عرق. يا ريت ترجعوا على شغلكم مبدئيا. تفضل.